الثقافة كالمسرح وهي رسالة لقضية. نحن تاحت لنا الدولة الجزائرية وخصوصا ذي ولاية بجاية ولاية المضيافة على الحضور لنقدم رسالتنا. نحن كصحراويين لازلنا نشكر الدولة الجزائرية على مجهوداتها وعلى مواقفها الداعمة لقضيتنا العادلة، جزاها الله خير الجزاء. مهم جدا تبادل التجارب الثقافية، وبالنسبة لنا يهمنا تقديم العروض الكلاسيكية الروسية في هذا المهرجان.